بعد التحية، بالفعل لا زال قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس أقصى درجات العنف والقسوة والتنكيل بالفعل كما ذكرت تجاه الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك بسبب تقليص عدد الشاحنات التي كانت من المفترض أن تصل إلى المدنيين هناك. اليوم معبر رفح يعني عبرت منه حوالي 31 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإغاثية، هذا بالإضافة إلى 4 شاحنات تحمل غاز و5 تحمل سولار. كل هذا العدد وإن كان يعني على مدار الأيام القليلة الماضية هو عدد كبير، فإنه عدد ضئيل جدا لما يحتاجه الشعب الفلسطيني الشقيق. أيضا بحسب مصادرنا من هيئة المعابر والحدود المصرية، فإن عدد الشاحنات التي قامت بتفريغ حمولتها فقط يعني حوالي 4 شاحنات. إذن نحن أمام يعني تناقص كبير وأعداد هوت من هذه الأعداد التي كانت من المفترض أن تتجه إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. أمس أيضا كان هناك يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي زادت من حدة الإجراءات التعسفية والتعنت الكبير اتجاه الشاحنات التي كانت من المفترض أن تصل إلى المدنيين في قطاع غزة، فاتجهت أمس حوالي 30 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد مختلفة ومتنوعة، وبالفعل قوات الاحتلال الإسرائيلي رفضت 27 شاحنة من الشاحنات التي تحمل ملابس وأدوية ومواد غذائية وأيضا مستلزمات للخيام ومستلزمات للأطفال ومستلزمات للمنازل. إذن نحن أمام مسلسل كبير من مسلسل التعنت والتعسف الإسرائيلي الكبير ضد الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يعاني من نقص كبير وشح كبير في المواد الغذائية والمواد الأساسية وانهيار للمنظومة التعليمية والصحية وانتشار الأمراض والأوبئة، وذلك بسبب يعني انهيار منظومة الصرف الصحي. كل هذه الحالات هي طبعا بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والآن جاءنا انفجار من الناحية الشرقية من الجانب الآخر من معبر رفح. دائما ما نسمع ذوي انفجارات قادمة من مدينة رفح الفلسطينية، ويعني تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي المربعات السكنية والتمركز اللاجئين الفلسطينيين الذين جاءوا من شمال ووسط قطاع غزة للاحتماء في هذه المنطقة، ولكن أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي لم ترحم ويعني دائما تستهدف المربعات السكنية المأهولة بالسكان. يمكن هذا هو المشهد إلى الآن زميلي أحمد من أمام معبر رفح البري الذي يعتبر الشريان الحيوي الذي يعني تنفذ منه المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. نعم، أشكرك زميل محمد الخطيب، كنت معنا مباشرة من رفح.